السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنبتدي حلقات موازية عن تاريخ الأندلس، ودي هتبقى موازية لتاريخ مصر. والنهاردة هنبتدي متحف البحرية في برشلونة. متحف البحرية في برشلونة فيه مراكب مهمة جدا لينا كعرب، وفي مركب خليكم معانا للآخر لأن في مركب جننت البحرية الأمريكية، مركب عربية، وخلتهم لغاية دلوقتي بيغنوا باسم مدينة عربية لغاية دلوقتي في أغنياتهم. فخليكم معانا لغاية الآخر عشان تعرفوا الحرب دي. في الأول أحب أشكر الناس اللي عملت لايك وسبسكرايب على الفيديو اللي فات، وأتمنى الفيديو ده كمان يعجبكم وتعملوا ليه لايك وسبسكرايب وتعملوا متابعة لبل هجايس عشان تقدروا تشوفوا الفيديوهات اللي جاية. متشكر جدا.